ما تحدث الطليان عن فساد جديد لدينا هذه الأيام، والكل يعلم والكل يتابع ما يحدث في كرة القدم. هذه خطيرة، فرصة جول، 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 فرصة جول في الديربي، وجول توماسو روكي يسجل في الديربي، ولاتزو يتقدم على روما، لاتزو يتقدم على روما في ديربي ما في حسابات وما في تكهنات، لكن في كرة سليمة تماما واستغلال جميل للغاية من جانب توماسو روكي. الكرة لعبت بهذه الصورة وبهذه الصورة تستغل وتوضع في الشباك، وبالتالي